ده وسام ابو علي صاحب الهاتريك وهداف الدوري وافضل لاعب في الدوري المصري. قبل ما نكمل كلامنا عن وسام ابو علي، الراجل اللي اتكلمنا عليه كتير جدا في الفتره الاخيره، وده طبعا بسبب مستواه، بسبب الاهداف اللي بيسجلها، وبسبب كمان ان هو بيكون افضل لاعب في المباراه في الفتره الاخيره، لازم نتكلم عن واحد من اهم الاسباب في النادي الاهلي في ظهور بالشكل الجيد ده. راجل يعني ممكن يكون هو ليه الدور الاكبر في التالق اللي ظهر عليه لعيبه النادي الاهلي، وهو طبعا مارسيل كولر. الراجل اللي انت لما تاخد منه اي لاعب او يغيب عنه لاعب او يحصل مشكله مع لاعب فيخرج بره السكور، برده مكمل بنفس القوه الكبيره، بنفس الاجاده وبنفس التالق. راجل بيتصاب من عنده علي معلول، اللي انت ما كنتش يعني تعرف تلعب ماتشين ثلاثه من غيره، ومع ذلك هو مكمل بنفس القوه، بل كمان بيحول العيب لميزه. على سبيل المثال في كره زي اللي قدامك دي، الراجل اللي بيلعب مكان معلول هو كريم فؤاد. عايزك تشوف كولر ازاي مخلي في الجبهه اليسرى ثلاث لعيبه وينجات تحت المهاجم طبعا، او بخلاف بيرسي تاو الراجل اللي حط الجول. انت زي ما انت شايف في ثلاثه وينجات، كريم فؤاد في الاساس بيلعب وينج، عمر كمال في الاساس بيلعب وينج، والثالث بتاعهم احمد عبد القادر، فثلاثي خطير موجود في جبهه واحده. فبالتالي انت بتتكلم في جبهه ناريه، لو بتبدا اي مباراه هتلاقي في هجوم قوي جدا من الناحيه بتاعتها. كمان لما بيحصل مشكله مع لاعب زي قفشه، الراجل اللي برده مهم جدا وراجل من اميز اللعيبه في النادي الاهلي، لما جه يخرج قفشه بره ما حسيناش بفارق. يعني قفشه عمل مشكله او الراجل بيزعل لما بيتبدل، قال له اقعد او اخرج بره السكور، او يخرج بره دماغ الراجل او بره اهتماماته، والراجل مكمل بنفس القوه. عندك كهربا الموسم اللي فات كان واحد من اهم اللعيبه، الموسم الحالي ما هواش موجود. عندك يعني لعيبه كتير جدا الحقيقه لما بتخرج اللعيبه اللي موجوده بتسد. فتشعر ان كولر لو جاب 11 واحد من الجمهور دربهم هيقدر ان هو يعمل بيهم توليفه مميزه جدا. فده اول الناس اللي لازم نديها حقها ونتكلم عنهم بشكل كويس. ده طبعا بخلاف عم الناس، طبعا في الجيل الحالي، يعني مش عم الناس الاصلي، ولكن عم الناس في الجيل الحالي، وهو الهداف وسام ابو علي. راجل خلصنا فيه كل الكلام الحقيقه. وسام ابو علي يعني من كتر ما اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت ما بقاش فيه كلام يتقال. راجل بسم الله ما شاء الله متكامل، مهاجم بيستغل اي فرصة، في بعض الاوقات كمان بيرجع يعمل الدور الدفاعي زي في الركنيات او في الضربات الثابتة. ده غير كمان الروح اللي عنده اللي موجودة واللي ظهر بشكل واضح جدا ما بينه وما بين اللعيبة. عندك مثلا امام في كرة او حاجة قنن وطمع فيها ما لعبهالوش، بتلاقي وسام رايح يجبر بخاطره ويحييه، مفيش اي مشكلة تجاهه. وراجل كمان بيلعب بجماعية، الجلالة ما بتاخدوش، مش عشان انا بقى سجلت وماشية معايا فكل كرة بقنن، كل كرة عايز ألبس كوبري، الكلام ده مش موجود عند أسامة أبو علي. الراجل بيلعب بإيجابية وبيخلص وبينجز. فراجل ما شاء الله متكامل، متكامل بمعنى الكلمة. أرقام جبارة بيقدمها أسامة أبو علي. أول كرة طبعا بيستغلها بمعلمة، بيفكرني كده بحاجات عماد متعب، بهدف متعب بالتحديد في الاتحاد الليبي. الجون الثاني الكرة لما طبت ان هو صبر عليها بمعلمة، يعني فكرة ان هو مرجح رجله وشاطها بعد البند اللي حصلت في الارض او بعد الخبطة اللي حصلت في الارض، كانت مميزة جدا من وسام ابو علي. الكرة الثالثة بقى فيها توفيق كبير جدا، لان انت زي ما انت شايف مثلا امام عاشور كان بيحاول ان هو يشوط وعمال يعدل وعمال يلف حوالين نفسه عايز يشوط، ولكن ما مشيتش معاه وما جاتلوش فرصة. عكس وسام، الراجل اول ما استلم بيعدل وبيسدد وبتيجي جون وسط ذهول للحاضرين. عايز اقول لك كمان ان من الحاجات الايجابية اللي سهلت الماتش على الاهلي، حاجة عملها كولر في اول ربع ساعة. انت نازل بسم الله ما شاء الله فاتح الجيم، نازل مهاجم وضاغط الفريق بشكل كبير جدا، ولكن في حيلة عملها كولر، وهي نزول امام عاشور لتحت قوي النهاردة، خصوصا في اول ربع ساعة. كنت تلاحظ ان احنا بنطلع بالكرة بسهولة، وده بيرجع للحتة دي. زي ما انت شايف هتلاقي اكرم واخد بعضه وطالع لقدام، واللي بيرجع على دايرة نص الملعب او بيرجع متأخر قوي هو امام عاشور، بيبدا ان هو ياخد الكره من خط الدفاع
ويرميها لقدام، وبالتالي كنا بنوصل بمنتهى السهولة. وده اللي حصل، خلي بالك، في كرة الهدف الأولاني لأسامة أبو علي. بعدها بقى الراجل بدأ يطلع لقدام ويرجع تاني أكرم توفيق لمكانه الطبيعي، ولكن كانت حيلة ذكية جدا من مارسيل كولر. طبعا النهاردة بسم الله ما شاء الله أداء عالمي، مباراة من المباريات اللي تفتح النفس للنادي الأهلي، مباراة يعني دوسنا فيها قوي على نادي المقاولين بشكل زاد عن اللزوم. يعني انت لما تيجي تشوف مثلا وجوه لاعب المقاولين، لا الناس محطوط عليها حطة جامدة قوي، والأهلي داس بزيادة على نادي المقاولين. ولكن طبعا ده اللي المفروض يحصل، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الأهلي، والحمد لله رجعت الأيام تاني بتاعت الجيل الذهبي. افتكر الكلمة اللي اقولها لك دي، الأهلي بتاع أبو تريكة وائل جمعة راجع. تسلم يا هفشة، هفشة هفشة. الأيام اللي انت بتنزل في أي وقت وفي أي حالة وقدام أي منافس بتقدر ان انت تكسب المباراة. فألف مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز النهاردة برباعية، مبروك كولر، مبروك أسامة أبو علي، إمام عاشور، الشحات اللي برضه عمل ماتش كويس، وكل الناس اللي كانت موجودة. مبروك لجمهور النادي الأهلي الفوز النهاردة والفوز ببطولة الدوري اللي إن شاء الله هنحتفل بيه المباراة اللي جاية. أخيرا استناك تقول لي مين هو رجل المباراة، برضه بعيد عن أسامة أبو علي كالعادة، ده السؤال بخلاف أسامة أبو علي، من هو رجل المباراة؟ وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفك في حلقة جديدة. اهلا ويا انا والفخر ليا، انا نادي القرن في القارة هو ناديا. احمد فهمي، احمد فهمي، احمد فهمي.